ظل السكري لقرون عديدة مرضاً غامضاً يقتل بصمت منذ زمن الفراعنة الأوائل، ولكن ملامحه ذكرت في بردية إبرس اللي يرجع تاريخها لحوالي سنة 1500 قبل الميلاد. وسجل الأطباء اليونانيون معلومات عن أعراض السكري مثل ارتفاع نسبة السكر ببول المريض ونقصان الوزن، وترك الأطباء المسلمين كأبي بكر الرازي وابن سينا عدة ملاحظات عن هذا المرض، ولكن ظل الغموض يلف السكري لزمن طويل، ومرت السنوات حتى وصل العام 1869 فاكتشف الطبيب الألماني بول لانغرهانس خلايا في البنكرياس سميت بجزر لانغرهانس، لكن وظيفتها لم تعرف إلا بعد سنوات حين تم ربط السكري بالبنكرياس. واستنتج العلماء بأن جزر لانغرهانس تفرز مادة ما تدخل الجهاز الهضمي بل تدخل في الدم وتسيطر على مستوى الجلوكوز فيه. ولم يمضي وقت طويل حتى تمكن الطبيب الكندي فريدريك بانتن في سنة 1921 من استخلاص الأنسولين من البنكرياس، وكان هذا الاكتشاف من الأحداث الطبية العظيمة اللي ارتفعت معها آمال مرضى السكري بحياة أطول وآلام أقل. على الرغم من أننا قدرنا نكشف الكثير من أسرار مرض السكري ونكتشف علاجات للحد من تأثيره على أجسام المرضى، إلا أنه يكاد يكون وباء عالمي وكل سنة ترتفع نسب الإصابة فيه. خلنا نشوف أرقام منظمة الصحة العالمية. في عام 2014 أصيب 422 مليون شخص بالغ بالسكري، مقارنة بإصابة 108 ملايين شخص في عام 1980. وفي سنة 2015 توفي 5 ملايين إنسان بسبب السكري، يعني شخص مات كل 6 ثواني. وأنفق العالم 673 مليار دولار في ذلك العام فقط على مرضى السكري، أي ما يعادل 12% من الإنفاق العالمي على الرعاية الصحية. لكن تعرفون ما هي المشكلة الحقيقية؟ هي أن نصف الأشخاص المصابين بالسكري ما يعرفون بإصابتهم، ولهذا السبب خلنا نتعرف على الأنماط الثلاثة للمرض وأعراضه. النمط الأول يبدأ في مرحلة الطفولة أو الشباب، ويكون فيه البنكرياس عاجز عن إنتاج الأنسولين بكميات كافية، والسبب هو تدمير خلايا بيتا المسؤولة عن إنتاجه. وإلى الآن لا تعرف أسباب الإصابة بهذا النوع من السكري، ولذلك لا يمكن الوقاية منه حتى الآن على الأقل. وتشمل أعراضه فرط التبول والعطش والجوع المستمر وفقدان الوزن وتغير البصر والإحساس بالتعب. أما النمط الثاني فهو غالبا ما يصيب الإنسان في مرحلة متقدمة من العمر، وهو ناتج عن عدم فعالية استخدام الجسم للأنسولين، ومعظم الإصابات بهذا النمط تصير نتيجة للوزن الزائد والخمول البدني. الأمر السيء أن هذا النمط صار يصيب الأطفال وليس فقط الكبار، وأعراضه مثل أعراض النمط الأول لكن قد تكون أقل وضوحاً. وهناك نمط ثالث وهو السكري الحملي اللي يصير أثناء الحمل بسبب زيادة الجلوكوز في الدم عن حده الطبيعي، لكنه يختفي بعد الولادة. الأشخاص اللي عندهم النمط الأول للسكري لازم يتابعون مستوى الجلوكوز في الدم ويحقنون أنفسهم بالأنسولين علشان يوازنون مستوى السكر في داخل الجسم. لكن هذه الحقن ليست علاجاً جذرياً للمشكلة. الخبر المفرح هو أن العلماء في جامعة بازل يعكفون حالياً على تطوير علاج يعتمد على زراعة كبسولة تحت الجلد. هالكبسولة تحوي خلايا معدلة وراثياً تتحكم بمعدل السكر في الدم بدال الحقن مات الأنسولين. هذه التقنية الجديدة تمت تجربتها على فئران مصابة بالسكري، والنتيجة كانت ثبات نسبة السكر في أجسامهم عند المعدلات الطبيعية على مدار أسابيع، ويتوقع أن يتم التصريح باستخدامها على البشر طبعاً خلال السنتين القادمتين. هل تعرفون بأن الكلاب ساهمت على مدى سنوات بحفظ أرواح مرضى السكري؟ تعرفون كيف؟ الكلاب تقدر أنها تشعر بالمريض لما ينخفض منسوب السكر في جسمه بشكل حاد، فتنبح علشان توقظه من النوم. هذه القدرة الخاصة حيرت الباحثين لمدة طويلة إلى أن توصلوا لمعرفة الطريقة اللي تستخدمها الكلاب. الكلاب عندها حاسة شم قوية، هذه الميزة تمكنها من شم مادة كيميائية تتواجد بأنفاسنا اسمها آيسوبرين، ترتفع بشكل كبير عند انخفاض السكر بالدم. وبالرغم من أن التغيرات في معدل آيسوبرين لا تلاحظ من قبل البشر، إلا أن الكلاب قادرة على شمها وكشف أي روائح بتركيز يصل إلى جزء واحد من التريليون، أي ما يعادل بالنسبة للإنسان كشف ملعقة كبيرة من السكر في مساحة تضاهي مسبحين أولمبيين. تصوروا. وحتى الآن لا يعرف لماذا ترتفع مادة آيسوبرين عندما ينخفض السكر في الدم. هناك شركة بريطانية اسمها نمورا ميديكال. هذه الشركة طورت نظام اسمه شوغر بيت. هذا النظام يقيس مستوى السكر في داخل جسم الإنسان بطريقة مريحة وبدون آلام. الفكرة بسيطة جدا. هذا كتف إنسان، طيب شو اللي يصير؟ يأتون بقطعة لاصقة وتوضع على الجلد. هذه القطعة تتبدل يوميا، تقوم بمراقبة مستوى السكر في الدم وترسل بيانات عبر البلوتوث إلى الموبايل. التطبيق اللي يتلقى المعلومات فيه خاصية جميلة، ألا وهي السماح لآخرين كالطبيب أو مثلا أحد أفراد العائلة أن يقرأ بيانات المريض. هذه التقنية بتكون متوفرة في بعض دول العالم خلال هذا العام. في شركة اسمها ميدترونيك ابتكرت جهازاً جديداً للتعامل مع مرضى السكري. هذا الجهاز يعمل وكأنه بنكرياس اصطناعي، بحيث يستخدم خوارزميات متقدمة لقياس مستوى الأنسولين في الجسم كل 5 دقائق بواسطة هذه الرقائق اللاصقة على الجلد. وعندما يختل منسوب الأنسولين في الدم، يقوم الجهاز بإرسال إشارات إلى الرقائق اللاصقة اللي تقوم بدورها بتحفيز الجسم لإفراز الأنسولين بما يتناسب مع حاجته. هذا الجهاز طرح في الأسواق قبل كم من شهر، وهو الآن مصرح من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. هناك العديد من مراكز العلوم والتكنولوجيا في العالم اللي تعمل ليل نهار لإيجاد حلول متقدمة لتسهيل حياة المصابين بالسكري. إحدى هذه المراكز هي جامعة بوهانج للعلوم والتكنولوجيا في كوريا. هالجامعة تطور حالياً نظارات طبية تتواصل مع عدسات لاصقة بالعين لموازنة مستوى السكر في داخل الجسم. السؤال الآن، كيف تعمل هذه العدسة؟ العدسة فيها حساسات تقيس نسبة الجلوكوز في الدموع وتنقل المعلومات لاسلكياً إلى النظارات اللي تخبر المريض بالبيانات. عندها يستطيع المريض أن يأمر النظارات بالصوت لكي تطلق الدواء، فتقوم النظارة بإيصال الأمر إلى العدسات اللي فيها غشاء من الذهب. لما يوصل الأمر بإطلاق الدواء، يذوب جزء من هذا الغشاء لينطلق الدواء في مجرى العين ومن ثم إلى باقي الجسم. هذه التقنية إذا نجحت فإنها قد تستخدم أيضاً لعلاج أمراض أخرى تصيب العيون. أكيد سؤالكم الآن هو كيف نقي أنفسنا من السكري؟ النمط الأول اللي يسمونه التايب A مرتبط بالجانب الوراثي، ولذلك صعب تجنبه إلا في حال وحدة، إذا العلماء في المستقبل قدروا أنهم يعدلونه بالهندسة الجينية. أما النمط الثاني أو التايب B، رغم أنه مرتبط بالجانب الجيني، لكن نمط حياتنا، يعني مثلا شو ناكل، إيش كثر ناكل، إيش كثر نسوي رياضة، كل الأشياء هذه تساهم في ظهور المرض. فالسمنة تزيد من خطر الإصابة بالنوع الثاني من السكري. وبالمناسبة فإن السمنة تعتبر إحدى المسببات الرئيسة للكثير من المشاكل الصحية. لذلك فإن اتباع نظام غذائي منخفض الدهون والسكريات والسعرات الحرارية بالإضافة إلى ممارسة الرياضة يعتبر من الوسائل الأساس لحياة صحية. أدري أنكم تسمعون هالكلام وايد، لكن ما راح تقدرون قيمته حتى ترون معاناة الناس مصابين بأمراض كان يمكن تجنبها بالحرص في اختيار ماذا نأكل وماذا نفعل طوال اليوم. العلماء في جامعة جنوب كاليفورنيا اكتشفوا شيء جميل. اكتشفوا بأن البنكرياس يستطيع أن يجدد خلاياه بنفسه، ولكن إذا اتبعنا نظام غذائي معين. هذا النظام يقلل من السكر في داخل الجسم ويساعدنا على محاربة مرض السكري. السؤال الآن، ما هو هذا النظام؟ في كل شهر عندك 25 يوم تاكل اللي تحبه، لكن في 5 أيام عليك أن تتناول وجبات فيها سعرات حرارية منخفضة وفيها كميات متزنة من البروتينات والكربوهيدرات، لكن لازم يحتوي أكلك على كميات عالية من الدهون غير المشبعة مثل الأسماك والخضروات والمكسرات والبقوليات وحتى الدارك شوكليت. الآن هناك سؤال آخر، ما هي آلية عمل هذا النظام في داخل الجسم؟ أجرى الباحثون تجارب على الفئران فوجدوا أن هذا النظام الغذائي أعاد تجديد خلايا بيتا الموجودة في البنكرياس. هذه الخلايا تقوم باكتشاف السكر في الدم فتطلق هرمون الأنسولين إذا ارتفعت نسبة السكر في الدم بدرجة كبيرة، وكان لهذا النظام فوائد على النمطين الأول والثاني من السكري في تجارب الفئران. هذه النتائج مهمة من الناحية الطبية لأنها أظهرت أنه ممكن أن يتم استخدام نظام غذائي لمقاومة أعراض السكري، ويعتقد الباحثون أن هذه النتائج أظهرت إمكانية استخدام النظام الغذائي لإعادة برمجة الخلايا دون الحاجة لعمل أي تعديلات جينية على تلك الخلايا. الرياضة مهمة جدا لمرضى السكري، تعرفون ليش؟ لأن الرياضة تحسن من استجابة الخلايا في الجسم لهرمون الأنسولين. أيضا الاسترخاء والتأمل يسوون شيء عجيب في داخل الجسم. التأمل يقلل من إفراز هرمونات التوتر اللي منها هرمون كورتيسول. هالهرمونات لما تكون مرتفعة يرتفع السكر في داخل الجسم. مرضى السكري في الماضي كانوا أشخاص محكوم عليهم بالموت السريع، لكن هذا المرض اليوم لم يعد خطيرا كما كان في السابق، بل اليوم المصاب بالسكري تشوفه يعيش حياته حال الآخرين. وأحب أبشر المصابين بهذا المرض بأن إن شاء الله في 2 سنين من الآن بنشهد الكثير من العلاجات المبتكرة، وقد نصل في يوم من الأيام يعني بعد عدة عقود من خلال التعديل الجيني إلى القضاء على هذا المرض تماماً. من يدري، عل الله أن يكتب ذلك قريباً. لحظة الكشف البعيد.